سلام المسيح، صباح الخير، يسعد صباحكم طلابي والأهل. اليوم راح نكمل أو راح نستكمل موضوع اللي هي مراحل درب الصليب اللي يسوع مر فيها من أجل خلاصنا، من أجل خلاص البشرية من الخطيئة الأصلية. خلينا نعيد مع بعض. يسوع أقام العشاء السري مع تلاميذه، قبلها دخل أورشليم مع تلاميذه 12، أقام عشاء الأخير أو عشاء الوداع مع تلاميذه وأوصاهم وصية المحبة. أسس يسوع سرين اللي هو سر القربان الأقدس وسر الإفخارستية، عفوا سر القربان الأقدس وسر الكهنوت. ثم ذهب إلى بستان الزيتون من أجل حتى أنه يصلي الصلاة اللي يسموها صلاة النزاع، اللي يسوع كان فيها خائف من الآلام الجسدية، مش خائف من الموت. طبعا يسوع ما بيخاف من الموت وما بيخاف من إشي. ليش؟ لأنه له طبيعتين اللي هي البشرية والطبيعة الإلهية، لأنه هو عارف أنه هو إجا من أجل الخلاص. بعد هيك تم اعتقال يسوع على جبل الزيتون، المكان اللي صلى فيه هو نفسه المكان اللي راح يصعد منه بعد 40 يوم من تواجده مع تلاميذه، عفوا 50 يوم. الآن بعد ما يسوع أخذوه اعتقلوه، في هنا حادثة. لما اعتقلوه قام أحد تلاميذ يسوع بالاعتداء على واحد من الجنود اللي كانوا جايين يأخذوا يسوع بعد تسليمه من يهوذا الإسخريوطي. لكن يسوع فرجاهم إنه هو ما إجا للعالم عشان يعني خلينا نحكي بشكل عام عشان إنه يدين الناس أو إنه يضع خطايا على الناس. يسوع إجا من أجل الشفاء الروحي والجسدي. فبالبداية هذا اللي صار، لكن هم كانوا يفكروا إنه يسوع جاي عشان ملك أرضي، لكن يسوع بالحقيقة هو كان ملكه ملك سماوي. كل خيرات الأرض ما كانت تهمه، لأنه هو عارف هدفه الخلاص. بعد اعتقال يسوع إجا دور إنه يتحاكم. طبعا الحكم عليه كان هو للأسف بذلك الزمان اللي هو الموت. يسوع انحكم عليه بالموت. خلينا نقرأ مع بعض النص الإنجيلي اللي أمامنا. أخذوا يسوع عند رئيس الكهنة وراحوا يبحثون عن حجة ليقتلوه. سأله رئيس الكهنة: هل أنت حقا المسيح ابن الله؟ أجاب يسوع: نعم. فصرخ رئيس الكهنة: إنه يجدف ويكفر، لأنه لم يكن يؤمن بيسوع. ثم راح البعض يبصقون عليه ويضربونه. وعند الصباح أخذوه عند بيلاطس الحاكم الروماني. إذن أول مشوار إله يسوع كان لما حاكموه، صاروا يحكوا له: أنت يسوع ابن الله. فيسوع جاوبهم: إن أجبت فلم تصدقوني. فيعني يسوع كان هنا جوابه إنه بدي يعطيهم جواب وما بدي يعطيهم جواب. هلأ هون يسوع كان بده يعني خلينا نحكي إنه يسوع كان بده يتمم هاي المشيئة بدون ما يكون في نقاشات كثير. عشان هيك يسوع ما كان يدافع عن حاله، كان دائما يكون هو الشخص المضطهد من أجل إنه يوصل للغاية الأساسية اللي هو إجا عشانها اللي هي الخلاص. فيسوع دائما كان صامت، ما كان يدافع عن حاله.
هلأ هون احنا ناخذ عبرة من يسوع، او فكرة انه احنا نكون زيه، بانه احنا نسمع وما نحكي، نفهم كلمة يسوع ما بدها كثير عمق، كلمة يسوع واضحة، يسوع بده ايانا نحب، بده ايانا نسامح ونغفر. فعشان هيك عشان هيك بعد ما يسوع حاكموه أخذوه عند بيلاطس عشان يحكم في أمره. هلأ بيلاطس هو كان حاكم روماني في ذلك الوقت. بعد ما ودوه عند بيلاطس حكم عليه، حكم على يسوع بالموت. قال بيلاطس للجموع: أي شر صنع؟ إني لا أجد سببا للحكم عليه، لكن الناس كانوا يصرخون من بعيد إنه يستحق الموت، اصلبه اصلبه. عندئذ أمر بيلاطس جنوده أن يجلدوا يسوع، ثم أسلمه إليهم كي يصطبوه. طبعا يسوع هنا انجلد جلدات، نعم عدد الجلدات هي الجلدات اللي تلقاها يسوع هي 40 جلدة. طبعا كانت 40 جلدة على ظهره وعلى جوانبه. طبعا الجلدات كانت مؤلمة بالنسبة لإنسان. هلأ نكمل موضوعنا هون عندي. بعد ما يسوع تم الأمر عليه بالجلد، طوالي يسوع حكم عليه بالموت. ف بيلاطس خلينا نحكي أمر عليه بالموت. طبعا يسوع هنا خلينا نحكي هون الحكم على يسوع بالموت. طبعا في هنا مراحل لما حكم عليه بالموت. لما يسوع راح راح ينصلب على الصليب. هلأ هنا خلينا نحكي إنه الصلب هي كانت وسيلة العقاب أو التعذيب، حتى يعدموا فيها، وسيلة الإعدام عفوا اللي كانوا يستخدموها الرومان زمان للقضاء أو قتل الناس. إذا هي كانت وسيلة إعدام. كمان في معلومة حابة أضيفها للأهل والطلاب، يعني هي مهمة جدا، إنه المسيح لما كان ينصلب أي شخص كان بالنسبة لهم خاطئ أو شخص يعني سيء كانوا يصلبوه خارج أسوار أورشليم، آسف، مش داخل أسوار أورشليم. ليش؟ لأنه باعتبار أنهم هم الذي يصلب خارج أسوار أورشليم هو إنسان خاطئ، وإنسان يعني مش منيح أو سيء، وعامل يعني كان عامل مشاكل. فكان بالنسبة لهم المسيح هو شخص مذنب، كان بالنسبة لهم المسيح إنه شخص مش كويس، فإنه انصلب هو خارج أسوار أورشليم. فأنا اليوم بس هيك راح أستكفي بهذا الموضوع، لأنه أنا راح أطول، لأنه المسيح في مراحل المسيح مر فيها أثناء ذهابه إلى الصلب اللي هو جبل الجلجلة، اللي هو انصلب يسوع في جبل الجلجلة في هذاك لذلك المكان. هلأ قبل ما يوصل المسيح لهناك في مراحل حتى يوصل، أو مسافة طويلة حتى يسوع وصل لهناك. فأنا راح أكمل الحصة الأسبوع القادم إن شاء الله، السبت القادم بنكمل مع بعض، وبنحكي عن القيامة، وبنحكي عن الموت على الصليب، ومين هم الشخصيات اللي يسوع كانوا موجودين معه على الصليب. شكرا لكم، كان هذا درسنا لليوم، ويعطيكم العافية.